فالزيجوت وذا مالتي نيوكليتد بلاستومير يكون ابنورمال. ايضا مرات يصير نان جليفينج، ما يصير عمليه الجليفج، فنشوف انه الزيجوت not well penetrated by the sperm، فالميتوتيك ميكانيزم not functioning، فما يبدي يتقسم ويصير خلايا كثيرة فيصير degeneration. وهذه طبعا نعمة من رب العالمين انه الزيجوت اذا كان abnormal راح يصير راح will be lost ويصير abortion خلال early stages of the development، وهذه يسميها self cleaning، ولا لولا كان الزيجوت يكمل وينمو راح يكون abnormal embryo او embryo with many congenital anomaly، وهذا الشيء ما ممكن انه يحصل بوجود بالنورمال يعني بالحالات الطبيعيه، لانه قدره رب العالمين تخلصنا من هالابنورمال زايجوت. طبعا عندنا ايضا ابنورمال امبلانتيشن صارت او اكتوبيك بريجنسي. بالبدايه احنا قلنا انه البلاستوسيست راح يعمل امبلانتيشن بالبوستيريور او الانتيريور وول اوف ذا بودي اوف ذا يوترس. طبعا يوترس الرحم طلاب بينه اجزاء، بينه الفندس الجزء العلوي الدوم شيب، وبينه البادي مال اليوترس اللي هو اللي بالانتيريور مالته او بالبوستيريور يصير الامبلانتيشن. مرات الامبلانتيشن يكون قريب من الانترنال اوس، والانترنال اوس طلاب هي منطقه اتصال البادي مال اليوترس مع السيرفكس. هاي المنطقه بالليتر ستيج مال الديفلوبمنت البلاسينتا راح تكون انها تعبر هالمنطقه الانترنال اوس، فمن يصير الايرلي بريجننسي ويصير كونتراكشن باليوترس ويصير الايرلي دايليتيشن مال السيرفكس، البلاسينتا راح يبدي يصير بيها بليدنج، ومرات يصير سيفير بليدنج، وهذه يصير باللاست مانث مال البريجننسي وايضا خلال الليبر. بلاسينتا بريفيا هي وحده من الامرجنسي بالاوبستاتريك اند جاينيكولوجي. طبعا عندنا ايضا ابنورمال امبلانتيشن انه مرات الامبريو ما يزرع ما يبقى باليوتراين ميوكوزا، مرات يكون البلاستوسيست اتاش تو ذا بريتونيوم اللي هو ويصب يكون بالريكتو يوتراين كافيتي، يعني يكون ما بين اليوترس وما بين الريكتم، او مرات اتاش الامبريو الى البريتونيوم اوف ذا انتستاينال جلاند، او مرات يكون اوفري بالاوفري يبقى البريجننسي، او مرات يصيب اليوتراين تيوب. طبعا ايضا هذه واحده من الامرجنسي، لانه نجي نشوف انه البيشنت تجينا شوك بيل عنده ابدومينال بين، نعمل له سونار نشوف اكو يعني علامات مال البريجننسي باليوترس، بس there is no gestational sac inside the uterus. الجستيشنال ساك راح يكون بمكان اخر، ممكن يكون باليوتراين تيوب او داخل الاوفري. طبعا هذه تؤدينا الى death of the embryo، يعني يصير رابتشر بالتيوب ما يسع للنمو مال الامبريو، ومرات بليدنج ممكن ياثرنا على المادر فتحتاج الى نقل البلاد، وهذه وحده من الامرجنسي بالاوبستريك اند جاينيكولوجي. طبعا مرات السبرم يكون الموتيليتي مالته قليله او عدده قليل، او في من عنده اوبستركشن مثلا باليوتران تيوب، بهالحاله ماكو نورمال فرتلايزيشن، اكو شيء ينعمل نسمينه انفيترو فرتلايزيشن طفل الانابيب اللي هو الاي بي اف. بهذه الحاله راح نعطي فد اوفيولاتري دراج للفيميل، وراح نعمل اوفيوليشن بحيث ينتج عدد كبير من الاووسايت، تنخذ وقت الاوفيوليشن وهذه تنوضع في سبيشال ميديا مع السبرم، وتؤدينا الى فرتلايزد ايج، ات ويل بي مونيتورد الى حد 8 الى 12 سيل ستيج، بعدين ات ويل بي ريتيرن باك تو ذا يوترس حتى يصير بها امبلانتيشن. ثانك يو طلاب.